هل نقول في التشهد السلام على النبي الذي علمه الرسول لابن مسعود السلام عليك أيها النبي؟ نعم، هناك بعض المعاصرين كالشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أننا نقول الصلاة السلام على النبي، لكن هذا خلاف تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، والعبرة بما روى الراوي لا بما رأى. فلأن ابن مسعود روى أن النبي قال علمني الرسول التشهد وكفي بين كفيه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، فالتزمنا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. أحبك الله يا أبو مصطفى.